2005 جيمس. الممشى يا اخوان 3800 كيلو، هذا الموجود اللي في العداد، وفي تقرير موجز غير عادي دبل مكيف شغال. هذه السيارة كانت سابقا تابع المباحث هنا في السعودية، حاليا موجودة عندنا في المزاد هنا. سيارة مكينة 8 سلندر دبل أرضي 4.8. سيارة جميلة ما شاء الله تبارك الله. السيارة بالجهاز تعطينا صبغ الوكالة كامل. يوجد بعض الملاحظات، الصندوق جاهز استهلاك يا أخوان، تعرفوا سيارة حكومية فأكيد استخدمت. هذا الحوض يا أخوان زي ما أنتم شايفين، عندكم ملاحظات هنا زي ما أنتم شايفين، أكيد كان مركبين عليه شيء والله العالم. تعرفوا أنه كان سيارة حكومية استخدم. اللي في العداد يا أخوان 3800 كيلو، وفي تقرير موجز كذلك عندكم هذه الملاحظة زي ما أنتم شايفين، وهذا اللي هنا راح ينزل في مزاد صفقة لمدة 3 أيام أو 4 أيام. طبعا راح نوريكم داخلية السيارة، جميع أوراقه موجودة يا أخوان. هذه السيارة ما شاء الله الداخلية ديكورات، لا يوجد ملاحظات، قزاز هندل. عندكم هذا داخلية السيارة، القماش اللون البيج. هذه السيارة هنا مباحث، رقم الشاصي شركة الجميح الرياض 1428 يا شباب، شركة الجميح. هذه أوراقه بالكامل 2005، مفتاحين، كتيبات، مكيف شغال، غير عادي دبل. عندكم الطبلون هنا زي ما انتم شايفين، عندكم السقف القماش نازل شوية يا أخوان زي ما انتم شايفين. فالسيارة هي نظيفة وجميلة، لكن جاها بعض، اتوقع والله العالم انها ركنت السياره فتره يعني كذا بعد ما استخدموها. وهذا الموتر ما شاء الله تبارك الله، راح نوريكم السياره بالكامل وراح نشغلها لكم. طلع السياره على الرافعه، طبعا طقم كفرات هذه داخليه السياره زي ما انتم شايفين، ديكورات ما في استهلاك. هنا السيارة زي ما انتم شايفين، هذه الأرضية ما في استهلاك على الدركسون. نشغل السيارة، خلوكم معنا. 3731 كيلو. أي سؤال أي استفسار يا أخوان حياكم الله، راح نوريكم الماكينة الآن. ماكينة السيارة الآن بنسوق السيارة يا أخوان. هذا صدر الموتر من الخلف من هنا. الآن بنسوق الموتر. بسم الله. يلا يلا يا شباب. السيارة بالكامل يا اخوان، اي ملاحظات حكات زي هنا راح نوضحها في تقدير المزاد. انتم شايفين الحك اللي هنا زي ما انتم شايفين،
سيارة بالجهاز تعطي قراءات طبيعية كاملة. ماشي 3131 كيلو، مو مش قليل 3100 غير عادي. الملاحظات اللي نشوفها السقف الداخلي، وعندكم الحوض في بعض الاستهلاك، وراح تشوفون السيارة من اسفل ونشوفكم على خير يا اخوان. وهنا الجيمس يا اخوان 2005، زي ما ذكرنا لكم السيارة كانت حكومية، فاستخدمت فترة بسيطة ثم وقفوا السيارة. هنا بعض هذا اللي يجيكم البلاستيك في زي الحكة هنا، حكة من هنا في الصاج اللي هنا، بس شاصي غير ماكينة. شوفوا ما شاء الله، هذا أنا أشوفه على ممشى السيارة فعلا شيء نظيف. عندكم هذه الاستكرات من يوم ما جت السيارة، انتم شايفين شاصي سليم، أرضية سليمة من هنا. هذه أرضية السيارة يا أخوان، شوفوا سيارة سليمة ما شاء الله. هنا عندكم الحوض، الحوض زي ما قلنا لكم سليم عدا الاستخدام اللي استخدموه الحوض الداخلي فقط. وأي سؤال أي استفسار حياكم الله يا أخوان. هذه السيارة بالكامل شاصي سليم، محركات سليمة، لا يوجد قصة ولحام في الشاصي. ونشوفكم على خير.